بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أبدأ قراءة كتابي باللغة العربية. سوف أقرأ بالعربي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقرأ بما هو مكتوب بالإنجليزي لأن الكتاب حيكون بالإنجليزي. فقلت المقالة وهي إيه كما هو في الأرقام المكتوبة ABC. وقلت المقالة إيه هي تعتبر ترقيم لكتاب اللي هو ABC OO XI 5500. هذا الكتاب يشمل A يعني مقالة، B يعني كتاب، سي وهذا يعني يعتبر السي هي العمق. السي مأخوذة من كروكلم وهي المنهج. أعطي مثال، مثلا واحد دخل كلية الهندسة وبنظام السنوات، فالكوريكولم هو الكورسات اللي ياخدها المنهج المرسوم له في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فالمنهج هذا يعني الكوريكولم معروف إنه في كورسات معتمدة على بعض، مثلا في الكالكولس مثلا، فالأول والثاني يسموه مثلا 101 و102، فما يقدر ياخذ 102 قبل 101. وفي كورسات ما هي معتمدة على بعض، وفي كورسات عامة. ففي منهج، يعني مثلا يكون عنده كورس يدرس تاريخ، فهذا ممكن يأجل، يعني السنة الأولى ممكن يأجل ياخذه أي وقت. مثلا لو أخذه السنة الأولى واخذ علامة وبيرفع علامته مثلا دي، يبغى يرفع المعدل، فممكن ياخذه تاني حتى لو اخذ سي يعني. فياخذه تاني، بعض الجامعات تعتبر له لو اخذ تاني مرة ايه طبعا ينفعه في المعدل التراكم. فهنا منهج الجامعة، عشان كده سمينا ABC منهج. طبعا هذه في أرقام الصفحات، الصفحة 0، بعدين الصفحة 2 الصفحة 2 يعني أنا بقرأ وبعدد، يعني عشان إيش؟ استمر الكلام، قلنا الإنجليزي والعربي في اليمين تعتبر KPI. الKPI هذا يعني مصطلح معروف، هو Key Performance Indicator، يعني أعتقد ما يحتاج أشرحها، يعني يقدر الواحد في جوجل أو في هذا يكتب KPI إيش معناها
يطلع معناها بالعربي. فاعتبر KPI لقراءة comprehend my book، استيعاب الكتاب. ثم استرسلت قائل بدون ما يكون فيه تشويش على نفسي أنا ككاتب، فلازم أستمر في الشرح. فكتابي يحتوي على 28 كتاب، وخمسة أقسام شابترز. عادة الشابترز ضمن الكتاب، يعني دائما الكتاب فيه كذا شابتر، لكن هنا العكس، الأقسام اللي هو الشابتر في، يعني كأنه الشابتر السنة، يعني في الكروكلم السنة الأولى السنة الثانية هي الشابتر. فقلت الشباتر هذه اللي هي يعني مفهومة، كلمة شباتر تستخدم كثير. اعتبرتها شباتر المناهج اللي هي السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، عشان أعطي كمان أكثر أو أتوسع أكثر. قلت لازم، طبعا أنا بقول قلت لأني أنا الكاتب، هذا التسجيل بصوتي لشرح الكتاب باللغة العربية بدل أننا نترجم. فقلت لازم أبين وأنا بكتب يعني. بعدين قلت الآن أنا أتحدث عن 28 كتاب ومراجعة. بعدين بدأت جملة جديدة، قلت المرجع للكتب هذه هو في القرآن الكريم، ولا هو أم القرآن مثلا كمثال معروفة شابتر 1، يعني في القرآن الإنجليزي مقسمين القرآن 114 شابتر، أو سورة واحد السورة الأولى، هذا تقسيم القرآن اللي فيها سبعة آيات. وفي الصفحة طبعا أرقام الصفحات بقرأها كما هي، صفحة 4 أو 504. لأنه ما زلنا في أرقام متميزة. بعدين قلت لأجل كتابي أو الفهارس كتابي اخترت، فهنا كتبت حاجة معينة مهمة جدا، ان يكون شابتر اوف ديزاين، يكون الشابتر هو اكبر من الكتاب، يعني ممكن تحته زي سورة الفاتحة في تحتها كل آية كتاب وتحتها سبعة كتب، وقلنا الشابتر هو المنهج، فقلنا chapter of design indicator يعني المنهج هذا ليش. هنا number chapter of design indicator numbers أخذنا منه اختصار coding CODIN coding number، هذا عشان نحط في الفهرس أو في الفهرس. وهنا بين قوسين مربعة coding number للكتب السبعة اللي هي ضمن سورة الفاتحة
تكون ترقيمها او تحت رقم ABC00XI500. وعلى هذا الاساس لازم يكون هذا الكتاب اللي هو الفاتحة او السبع كتب تحت الفاتحة يكون منهج خاص. فهذه السبع الكتب منهج خاص. طبعا هنا انا انهي القراءة، ما زلنا في الصفحة 504. فقلنا